مولود على سلم الكهرباء. اهو خلاص حاجه غير طبيعيه. اسندي على الدراع. اهدي 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 شوية. ده خبطني في كتف. معلش. وانت يا اخبشورة جنبي يا اخويا. خلاص بقى يلا. خلاص اهو. يختوي. ممكن تمسكي في الشنط؟ حاضر حاضر اهو. يو في ايه متزربن ليه دلوقتي؟ في اخبار زي الزفت. زفت ليه كفالة الشر؟ في ايه؟ الزفت اللي اسمه مروان هو نجوان سابوا الشقة اللي معانا عنوانها واختفوا. اختفوا؟ يا نهار اسود اختفوا ازاي يعني؟ في صوتك شوية. اختفوا سابوا الشقة وغاروا في 60 داهية محدش يعرف مكانهم. طب وانت عرفت ازاي؟ عرفت من واحد صاحبي دفعتي عايش هنا كنت مخليه يتابعها. طب وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ كده احنا ملناش اي لازمة هنا. يعني ايه هنرجع مصر يعني ولا هنعمل ايه؟ يعني هنقعد في اليونان ندور على اتنين مصريين ما نعرفهمش؟ يو ما نعرفش حاجه غير اسمائهم. بالراحه وطي صوتك احنا في مكان عام. عايز افهم ادام احنا كده كده راجعين يبقى احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ما نرجع وخلاص ولا يبقى زائد فلوس يعني؟ هو اللي معاه قرش محيره يقعد في اللوكاندا ويطيره. الو شوف الراجل ولا كاني بكلمه. ايوه ابو طالب بيه ازيك عامل ايه؟ الحق نادر هايدن قبض عليها. ايه؟ اتقبض عليها ازاي؟ الضابط اللي اسمه علاء كلمني وقال لي انها كانت في اسم مصر القديمه وانه عمل لها محضر انها سلمت نفسها وهيقف معاها. نهار اسود جولي اتعكشت. طب اهدى اهدى بس وسيطر على الموقف وانزل بسرعه عشان تلحقها في الاسم. ربنا يسترها معاك. طب اقول لك ايه؟ اسالوا خالد سندس فين؟ لا تكون ولايه بصوتها كرشتها. يا ابو طالب بيه انا وصلت هنا لقيت مروان ونجوان اختفوا مش عارف ازاي. مفيش حاجه اسمها اختفوا. انت لازم تجيب مروان والفلوس وما تجيش من غيرهم كده هايده هتروح مننا. يا عم بقول لك اسالوا سندس فين. حاضر 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 اسالوا. كوري عايزه تعرف سندس فين. بتلاقيه عند ام سوكا دي ولا حاجه. بقول لك ايه سلام انا كده اتاخرت. قال لك فين؟ عند ام سوكا. لازم نوصل لمروان ونجوان دلوقتي حالا. عاوز تلاقي نجوان؟ للاسف جه اليوم اللي لازم الاقي فيه صفيح الزباله وادور عليها. بدور على ابراهيم. ايه؟ ابراهيم؟ ايوه اسمع مني انا. دور على ابراهيم تلاقي ست نجوان. لا سيدي هيا دي فيها ايه يا عماد؟ دي بقى يا صديقي عليها بيانات كل الفنادق والشقق الفندقيه والسياحيه اللي موجوده هنا في اليونان. من اول نجمه لغايه 7 ستارز. انا قلت اجيبها لك ممكن تستخدمها يعني تلاقي بيها الشخص اللي انت بتدور عليه. وكبدك هيبقى ساكن في لوكاندا؟ ده كان ساكن في حته عشه معفنه فوق السطح. انا متشكر قوي يا عماد. عماد خليك معايا. انا متشكر جدا جدا بجد مش عارف اقول لك ايه. بس طبعا انت عارف انا لا هعرف اراقب ولا ادور لان لو حد شافني اصلا كل حاجه هتبوظ. لا ما مش محتاج ان انت تدور ولا حاجه. انا عندي اللي يعمل كل ده يدور ويراقب ويعمل كل حاجه ما تقلقش. طب هايل. انا كمان محتاج عربيه صغيره كده عشان اتحرك بيها ولا ايه رايك عماد؟ يا سيدي عربيه طبعا وموجوده ما تقلقش. مش قلت لك يا كوريا عماد ده عمده اليونان. يا راجل مش قوي كده وانا لسه عملت حاجه. ما انت عارف ان انا عمري كله هنا. طبعا اقدر اظبط لك اللي انت عايزه حبيبي. انا الدوره من ايام الجامعه. الله يخليك يا عماد ميرسي. انا عايزك بس تخلص القصه اللي انت فيها هنا دي وتفضلي نفسك يوم كده اعرفك على المدام والولاد. عندي ولادين كده ملونين حكايه. طبعا طبعا يا عماد ادعي لي بس خلص. ان شاء الله هتخلص. انت نضوره برضو يا راجل. ربنا يخليك متشكر قوي يا عماد. استاذن انا حبيبي مشي. باي باي. متشكر. فرصه سعيده جدا. نورت عشت الله يخليك. شكرا يا عماد. باي باي. مش تبطلي طريقه تجيبيه في الكلام وفي الشرب يا اخويا. انت هتشتغل لي احنا لسه دخلنا على الشغلانه. بقول لك ايه هات موبايلك ده واتصل لي بخلي شكري عاوز اطمن عليه. موبايلي؟ اتفضلي موبايلي. اتصل انت انا مش هعرف. اتصل بمين؟ اتصل لي بخالي خلي شكري. خالي شكري. اتفضلي. الو ايوه خال طمني عليك انت وبطن البقر. وحشنا قوي يا خال وخالتي سندس وحشتني قوي والنبي. انا زي الفل او سندس بخير. زينة تمام.
ايوه ما نقصناش غير شفتك يا كوريا. الغربه مره قوي خير قوي. الناس هنا نظيفه والحتت شكلها نظيف بس مسخه كده ملهاش طعم. انا وحشتني قوي بطن البقره خير، وحشني التراب والمجاري والتكاتك والعيلة اللي بتلعب وهي عريانة في الشارع ومبربرين. كلهم منتظرينك، عايزين يشوفوكي. أو خالتك سردس عايزة تكلمك أهي. بجد؟ هات. كلمي كوريا. أيوه. يوجتك إيه؟ أنت فين؟ في الحجاز؟ طيب يا أختي ما تنسيش تجيبي لي مية زمزم، ها؟ بس والنبي ما تحطي بقك في الإزازة، أنا بعرف. تعرفي مني انا خالتي؟ ماشي. عامله ايه يا خالتي؟ وحشتيني. خلي بالك من روحك. هاتي هاتي هتجيب لك اللي انت عايزاه يا سندس. ايوه شوفها بنتي، خلي بالك من نفسك في بلاد الغربه، ربنا يكفيك الشر ولاد الحرام. عيب عليك يا خال، يلا كفايه عليك كده بقى. لا اله الا الله، سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله. مع السلامه يا كوريا. سلام سلام. خش. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ الناس دول طيبين قوي. منين ما خلص الشوكولاته اللي في الثلاجه اللي جوه دي وملوها لي تاني؟ والله طيبين. رفع سماعتي التليفون ليه؟ بكلمك من بدري. انا عارفه يا اخويا، في راجل بارد عمال يتصل وعمال يرطم بكلام انا مش فاهماه. زعقت له واتخانقت معاه، قلت له اتصلت هنا تاني هعمل فيك واسوي فيك، مفيش فايده. برضك بيتصل. قمت بقى شلت السماعه. اعمل ايه يعني؟ برضك بيتصل. عندي اخبار حلوه. ايه؟ قول للنبي. هنرجع مصر؟ لا، عماد عرف عنوان الاوتيل اللي ابراهيم قعد فيه وصوره وبعت لي صورته. فين؟ ايه بنحب؟ خلاص عماد مخلي واحد يراقبه 24 ساعة، وأول ما يشوفه مع نجوان أو مع مروان هيبلغني على طول. والنبي أنت من غير عماد ده كان زمانك لايص في شبر مية. طبعا. ألو؟ يس يس نو بروبلم ثانك يو. الراجل بقى اللي كان بيرطم في التليفون كان بيسألك عايزة تنظفي أوضتك إمتى؟ أما راجل بلد وقديم الذوق صحيح، وهو شعرفه يعني بتنظيفي؟ هو كان يعرف أنا بنظف ولا لا؟ كوريا أنتِ مفيش أي فايدة فيكي، وشكلك هتودينا كلنا في داهية. ممكن بقى كفاية شوكولاتة وننزل نتمشى شوية؟ أنت كمان باصص لي في الشوكولاتة اللي حاطينها لي في التلاجة؟ طب يلا أخويا ننزل، عايزة أتمشى. اللي تاخدك من أسى الدنيا بحنان، واللي ضحكتها بتديك